this patient. When you examine the riff, you have to concentrate على الشكوى بتاعت العيان. العيان عنده ulnar side wrist pain. ده هيبقى المين بوينت بتاعتنا. انما you have to examine the wrist as a whole at the beginning and then you concentrate على the causes of ulnar side wrist pain. When you examine the wrist, you have to go circular away from the tender point at the beginning and then at the end you examine what's tender for the patient. When I start to examine the wrist, I go start from the radial styloid. Radial styloid has to be distal to the ulnar styloid, حوالي من 5 ل 7 مل تقريبا او سنتيم. فانا عندي هنا هو الريليشن تقريبا نورمال، ما عنديش بروتروجن جامد ما بين الرايت والليفت سايد بالنسبه للالنر ستايلويد. اي تاتش الراديال ستايلويد في وجع بسيط. وانا دي جامده بنسى. وي هاف تو اكزامن الراديال ستايلويد ذن كده. يو ستارت وذ الراديال ستايلويد and then you touch the distal tubercle. بعد كده هو هتخش على ال distal radioulnar joint. Then you are in the posterior sulcus of the distal ulna and then the ulnar styloid. Then here the most tender part, I will keep it to the end. I will go to the base of the fifth metacarpal. في هنا وجع حتة ده هنا بتوجع دي أكتر حتة بتوجع تمام. بعد كده هو البيز اوف ذا فورث ثيرد سكند اند الترابيزيو ميتاكاربال جوينت اوف ذا ثام. بعد كده هخش على السناف بوكس الاناتوميكال سناف بوكس اللي تحتيه هنا هو سكافويد. بعد كده هخش على جاست ديستال للليست تيوبركل تلاقي سكافول يونيت جوينت. بعد كده هو مور النر از ذا لونيت and then the triquetrum. You go distal عنها هتلاقي الهاميت كابيتيت ترابيزيوم وترابيزويد موجودين هنا. So it's a circular type of inspection of palpation او examination للريست most tender part. بعد كده هو بتقلب فولر وتكزامن برضو من الراديال للارض. I go from distal to proximal هنا هو أول حتة بتحسها هنا هو هي tuberosity of scaphoid اللي هي دي. لو في عندي pain هنا هو it means in there can be fractured scaphoid. Very sensitive, very precise type of examination. And then you go ulnar a little bit على carpal tunnel هنا هو في حالات الكين بوك ساعات بيبقى pain anterior. وبعدين تيجي على الالنر سايد هتلاقي البيزي فورم هنا. هسيب الحته ده هي برضه واخش مور النر هنا هو الاف سي ار وهنا هو الميديا السوبرفيشاليس ميديا نيرف وبعدين انا اسف اف سي يو وبعدين الاف السوبرفيشاليس الميديا نيرف وبعدين اف سي ار وبعدين هتخش على الانتير بارت بتاع التيبروس الريجيال تيبروس الريجيال ستايلود بروس كده. يبقى انت خدت البولر بارت بتاعك. في حاجات كتيره تقدر انك انت تكزامن هنا هو احنا هنكونسنتريت على الحاجه اللي بيشتكي منها العيان. لما تيجي تكزامن وات ار ذا كوزز فور النر سايد ريست بين نحكي ها الاول CFC injury. واحد. لا صوت عالي. Traumatic non traumatic. احكي قول لي السبب. أنا بسبب فيه ممكن يكون عندي فيزيفورم فراكشن. فيزيفورم فراكشن. ستايلويد ألنر. ستايلويد ألنر فراكشن. ستايلويد ألنر. ألنر إمباكشن. هوكو بحميد is a little bit distant ممتازة. جايز كانال هايل سنسور كاربي النارس دي مهمة قوي خلاص هنرجع لها. اف سي يو اف سي يو تمام ها دي
yes, yes. بيزو تريكويترال ارثرايتس دي مهمه قوي ما تنسوهاش انا ربطت التال بيزو متكاربل طبعا شفت منفست متكاربل حته من الهيد بتاع الفيستول كابوت ألا في الروماتويد ألنر إمبنجمنت ألنر إمبنجمنت أو ألنر إمبنجمنت الاثنين في كونتروفيرس في التسمية كل دي أسباب للألنر سايد ديس بين خلينا نبص عليهم واحدة واحدة لو احنا جينا هنا هو عند تندرنس على الديستال بارت بتاعت الألنر نون يونايتد ديستال ألنا فراكشن لو انا جيت على الهيد بتاعت الألنا كابوت ألنا سيندروم روماتويد لو جيت على الستيرويد بتاعت الألنا ممكن تبقى نون يونايتد ديستال ألنا وممكن تكون تي اف سي سي انجري ممكن تكون حاجات كتيره هنا هو الحته دي هنا خلاص اللي هي السلكس اللي هي في كومبارتمنت كام 6 اللي بتوجعه وتكمل معاه هنا لغايه البيس بتاع الفيفث ميتاكاربال يو هاف تو سسبكت اكستنسور كاربي اناليس سيندروم العيان بيشتكي منها قوي وانا بضغط عليه خلاص وذيس از ا فيري امبورتنت ديفرنشيشن ما بينها وما بين التي اف سي سي انجن فلازم تخلي بالكم من ده ات كان هابن مع التي اف سي سي على فكره So you have to be careful about this. The space between the distal radius and the distal ulna, you have to see it. After that, it is distal to it, for the TFCC. The very important test, which is called Watson test, that we see with the scaphoid or scaphoid instability, you press on the styloid scaphoid, the tuberosity of the scaphoid, and you start to do ألنر وراديال ديفيشن اللي انت بتعمله هنا هو انك انت بتزق على التيبروستي اوف سكافويد لو ان السكافويد سبلاكس ورا الديستال راديوس بتزق عليها فانت لما تعمل ألنر ديفيشن يو ريلوكيت السكافويد البروكسيمال بول بتاع السكافويد بكلانك تحس بيها بكلانك العيان بيشتكي من بين فيها هنا هو وي هاف تو انفستيجيت واي الكونترلاترال بارت بتاعها اللي هو الكمبريشن على البيزي فورم وتعمل ألنر ديفيشن وراديال ديفيشن. This can be positive في التي اف سي سي انجن ولو عايز احسن حاجه اللي هي الفوفيال اللي هي كونترا فوفيال بريشر اضغط على جاست ديستال للألنر ستايلويد. هنا ممكن يدي لك البين اللي هو بتاع التي اف سي سي. ولو عملت بريشر وجرايندنج ليه يجي لك بين جامد. انتيرير ليها على طول في الاف سي يو ودي بتاعت التي اف سي سي اللي هو مش مستحمل. اوكي؟ ده يدينا تي اف سي سي الاي سي يو الحاجات ده كلها. تعالوا على البيزي فورم ترايكويترال ارثرايتس. بيزو ترايكويترال ارثرايتس. اضغط على البيزي فورم وادعكها ما توجعوش خلاص الهوكم هاميت جاست ديستال ليها عندك جوه هنا هو هتلاقي في حته عظمه موجوده ودي ممكن تبقى فراكشر في حالات فراكشر هوكم هاميت ودي مهمه قوي هوكم هاميت تعرفها ازاي فحصت شفت العيان عنده فراكشر كاربال تانل فيو بتعمل ازاي؟ ماكسيمم فليكشن ان هو يعمل هايبر اكستنشن كده والبيم يبقى 45 درجه عليه دي تدي لك الهوك اوف هاميت وتدي لك الفيزو ترايكويترال ده كده اكزامينشن سريع بالنسبه للعيان تو فيريفاي الدايجنوزيس بتاعك يو نيد Plain X-ray
عمرك not not في الexamination لMRI. You have to be systematic. تدي بالplain X-ray it can be illustrated بالنسبة لك وتبقى أنت عرفت الدياجنوز بتاعه. بعد كده هون في الهاند عندنا multiple choices ما بين الMRI اللي هو هيبين لك soft tissue هيبين لك البون بس بنوعية أخرى اللي أنت عايزها. CT لو أنت عايز بون حاجة معينة في البون أو الألتراساوند مهمة قوي في الإكزامينيشن بتاع الهاند دلوقتي. These are options to reach a diagnosis بتاعك. أتمنى طبعا إن الانستراكتورز تحت هيبقوا معاكم في الحالات هاند أون هاند بحيث إن احنا نقدر نشوف الحالات بصورة أفضل. أي أسئلة؟ How to assess ان انا عامله فقط يعني كان في ساين كده معينه ان انا لما ابص على الاشعه اعرف ان ده البوسترو انتيريور معمول صح. ازاي بتعمل البوسترو انتيريور اساسا؟ اولا الستاندردايز فيوز في الاكس ريز بتاعه الهاند والريست دي مهمه قوي. لازم نعمل بي اي وليس اي بي بوسترو انتيريور وليس انترو بوستيريور. انترو بوستيريور بنستخدمه في حاجات معينه انما بنستخدم البوستر انتيريور بنستخدم الديد لاترال اكس راي. بتتعمل ازاي؟ غلط. لو عملت كده هو يور فور ارمز بروناتد ما ينفعش. انت يو هاف تو اسك التكنيشن ان العيان بينزل جنب الكاسيت شولدر ابدكتد 90 البو فلكس كده هو انت في الميد برون بوزيشن خلاص ما انتش pronated زي ما انت لو انت واقف. اللاترال نفس الفكره. نعم. شولدر ادكتد البو فليكسد وبرده انت في الميد برون وكده. لو انت صورت في البوزيشن البوستر انتيريور الالنر ستايلويد بتبقى فين؟ تبقى لاترال. لو انت صورت في البي الاي بي هتبقى فين؟ في النص ورا تبقى ورا. عشان كده هو ده الفرق. لو لقيت الالنر ستايلويد الالنر يبقى انت بوستر انتيريور. لو لقيتها في النص تبقى انت انترو بوستر. اوكي؟ يعني هي بالظبط يعني بتلاقي الجروب بتاع الجروب بتاع الاكسنس كافيا النارس يبقى ده فرق. ده نشكر الاستاذ الدكتور محمد الماسي على الاكزامينيشن اللي كان فيه ده. طبيب طب احنا دلوقتي يا شباب هنتقسم